تعالى يا غالي اقول لك في السريع تعمل ايه بالظبط لو هجم عليك كلب شرس وانت ماشي في الشارع بالصدفه، وازاي تقلب الهجوم ده ضده بكل سهوله. بس طبعا في البدايه كده خليني اقول لك انك لو واحد من الناس اللي بتخاف من الكلاب، وطبعا معظمنا بيخاف منهم، فاكيد يا غالي 1000000% حد قال لك ما تخافش خالص وانت معدي جنبهم، لانهم بيقدروا بسهوله يشموا ريحه الخوف، صح؟ والحقيقه بقى اللي لازم تعرفها ان الكلاب ما بتشمش ريحه الخوف اصلا، لانه مجرد شعور في الانسان ومالوش اي ريحه. لكن مجرد انك تبقى معدي جنب اي كلب واقف في الشارع وتخاف منه بيخلي المخ يدي اشاره سريعه معينه للجسم، وده بقى يا غالي بالتحديد اللي بيخلي جسمك يعرق بسرعه كبيره جدا بسبب الخوف والرعب من الكلب ده. وعلشان ابسطها لك شويه يا باشا، لو خفت مثلا منه وانت معدي جنبه وقتها، فنسبه الادرينالين في جسمك بتزيد بنسب كبيره جدا، فبتظهر منك بعدها ريحه معينه بتخلي الكلب يقدر بكل سهوله انه يعرف انها طالعه منك عن طريق التوتر او الخوف، واللي بتخلي الكلب يا غالي يعرف بكل سهوله ان الشخص اللي واقف قدامه في حاله خوف وضعف ومش هيقدر يعمل معاه اي حاجه. وعلشان كده يا صديقي اوعى مهما يحصل تفكر انك تدي ظهرك للكلب، لانه ساعتها هيفتكر انك هتجري منه علشان خايف، وخصوصا بقى لو جسمك خرج منه كميه كبيره جدا من هرمون الادرينالين اللي انا قايل لك عليه يا غالي من اول الفيديو. ولازم تبقى عارف ومتاكد كمان 1000000% انك لو جريت منه هتصحي غريزه الهجوم عند الكلب، وهيفضل يجري وراك لحد ما يمسكك وانت عارف يا غالي هيعمل فيك ايه. وفي النهايه خليني اقول لك ان مفيش كلب يقدر يهجم عليك خالص طول ما انت واقف في مكانك ومحسش انك خايف منه. ودلوقتي بقى يا صديقي يا ريت تقول لي رايك بكل صراحه، لو في مره كنت ماشي في الشارع وشفت قدامك كلب شرس بالصدفه، هتطلع تجري برضه منه ولا لا؟ سلام.